ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير من القلب. الجزء الرابع اتأخرت عليكم، معلش. بس طبعا الواحد لازم ينزل فيديوهات تانية، يعني فيديوهات تمارين، فيديوهات عن العلاج الطبيعي والإصابات، فيديوهات عن الأكل. فأنا عايز القناة دي تبقى شاملة، فيها كل حاجة انتم محتاجينها بصورة راقية وبصورة محترمة وبصورة كويسة، تمام؟ طبعا هنقعد القعدة بتاعتنا ونجيب المخدتين بيعملوا لي توازن وأنا قاعد. من القلب سلسلة ما فيهاش مونتاج، وقلت قبل كده انها فعلا عايزه اكون من القلب. حصل فيها مونتاج، دخل فيها عنصر الفيك. انا عايز الكلام اللي انا اقوله من قلبي على لساني يوصل لكم انتم من القلب. دي تجارب حياتيه عديت عليها فعلا، مواقف حصلت معايا، مش تنميه بشريه ومش تحفيز. عندي ولاد مش في سنكم، اصغر شويه، بس لا، انا عايز كنتوا تستفيدوا بخبراتي. انا مش راجل عجوز، وفي نفس الوقت مش شاب صغير، انا في منتصف العمر زي ما بيقولوا. فلا، انا عندي حاجات عايز احكيها لكم، عايز يكون عندكم خبره، ما تقعوش في المواقف اللي انا وقعت فيها. بس ممكن تقع في مواقف تانية عادي، كلنا بشر. واحد قال لي مره، يا عم اللي انت بتعمله ده يعني مش لازم كده، غسيلك اللي مش نظيف تنشره قدام الناس. قلت له انا مش بتكسف من حاجه عدت عليا، اكتسبت منها خبره، ما بتكسفش. والانسان بحاضره مش بماضيه. انا كنت مثلا زمان وحش، ماضيه كان وحش يا عم، بس الانسان دلوقتي بحاضره، مالكش دعوه بماضيه، ليك باللحظه اللي هو بيكلمك فيها دلوقتي هو عامل ازاي. تعالوا هنا بقى، ما جاش في بالكم ان رامي عادل ده مثلا بتاع الجيم اللي مهتم بصحته كل ده، ما شربش في يوم سجارتين، ما ضربش كاسين، ما خدش حبيتين. تعال احكي لكم بقى تجربتي مع المخدرات. زي ما اقول لكم، انا اللي عملته غلط ما بتكسبش، لان انا دلوقتي حاجه تانية خالص. فزي ما قلت لكم، حاسبوني انا بحاضري، مش معنى كده انا مش هغلط، انا غلطت وبغلط وهغلط، لان احنا بشر، بني ادم، صح ولا غلط؟ فطبيعي ان احنا نغلط، بس نتعلم من غلطنا وما نكررش الغلط تاني. طبعا رياضي، سني تقريبا 20 21 سنه، بلعب جيم، شكلي حلو، الناس بتبص عليا وبتحاول تقلدني، في ناس قلدتني وبقت احسن مني، وفي ناس ما عرفتش تقلدني. فاللي معرفوش يقلدوني مشيوا في طريق تاني، طريق المخدرات وطريق الناس اللي مش كويسه والناس اللي مش محترمه والناس اللي مش نظيفه. طبعا انا يعني هركز على الفاظي قوي في الفيديو، لان في ستات هتفرج عليا وبنات واطفال وشباب، فلازم اراعي الجو العام الاسري الجميل ده، فولادي كمان بيتفرجوا على الفيديو. فاكيد تقابل واحد صاحبك ما شفتوش بقالك سنتين تلاتة، من ايام ثانوي بقى، دخل جامعة وانت جامعة تانية، انا مش فاكر بصراحة، بس كنت من 20 ل 22 سنة، تمام. شايف شكلك حلو، ايه ده، يا نهار ابيض، رامي، ازيك ابو رامي، عامل ايه، ازيك ابو حميد، طمني عليك، انا زي الفل. ايه يا عم، انت مش ناوي تخلينا نشوفك كده، ما شاء الله، ايه العضلات دي؟ اقول له بقى الحمد لله، بينا نتمرن ونهتم بصحتنا. طب ايه يا عم، ده شاب نفسها تشوفك والله، ايه ده بجد، وانتوا بتتقابلوا؟ طبعا، ده احنا بنتقابل كل يوم. ايه ده، الله، طب ده انا جاي اهو. قال لي كويس، تعالى، بس خلي بالك احنا بنيجي كده نفرفش مع بعض شويه. تفرفشوا ايه يا عم، تعملوا ايه، تلعبوا مثلا بلاي ستيشن؟ لا يا عم، بلاي ستيشن ايه يا عم، يعني بعدين نعمل سجارتين، نشرب لنا مثلا عصير بطيخ اسمه كده اي دي، هو مش عصير ولا حاجه، هو خمره، بس خمره بطعم البطيخ كده، يعني شويه حاجات جميله كده. لا يا عم، انا ماليش في السكه دي. يا عم سكه ايه يا عم، يا عم سكه، انت هتقعد بقى تعمل لي معرفش ايه، ما احنا كلنا قدامك اهو كويسين وكلنا زي الفل، ده احنا بنتبسط مع بعض. بصراحه ما اكدبش عليكم، انا كرامي ما بملش المخدرات دي، بس انا نفسي اشرب يا عم، نفسي اقعد قعدتكم دي واعرف انتوا بتحسوا بايه، نفسي اعرف الناس بتدمن ليه، ما انا لازم افهم الفوله. وكان انا كان كنت من النوع اللي عندي فضول، بس ما تبقاش زي ويبقى عندك فضول قاتل. خلاص، انتوا هتقعدوا فين؟ هنقعد مع شقه واحد صاحبنا هنا، ابوهم مش موجودين، فاحنا بنروح نصرف فيها كده كل يوم. ماشي يا عم، انا اجي لكم النهارده الساعه كام؟ هاجي لكم يا عم الساعه 9 بالليل. 8:30 لقيته بيكلمني،
ايه ده يا جدع، انت ما كنتش تسأل على صحتي، ده انت ما كنتش تعرفني اصلا. ما علينا، يلا بينا. كلمني، رحت نزلت ورحت قعدت معاهم، لقيت اربع خمس شباب كده ولاد ناس قاعدين جسمهم سايب، مبسوطين وبيضحكوا، ما عندهمش اي مشاكل. ده يا عم الجمال ده. رحت قعدت، رحت ولعت سجارة، ايه طبعا ولعوا لي سجارة مارلبورو طبعا، قعدت اكح في الاول، وبعد كده انا مش فاهم بيحصل ايه، انا مش حاسس بحاجه، انا مش حاسس بالمتعه بقى اللي هما بيقولوها بقى، السجاير يا عم السجاير دي ولا حاجه. وبعدين سيبك من كده، انا اقوى من اي حاجه، ده انا جامد قوي. فقعدت، راحوا ايه لفين لي سجاره، شربوني، خلوني كده اخد خبورين نفسين، اتنين اي دي كده مشبرين بطعم البطيخ، ده عصير بس فيه 10% كحول. بس بقى الشيطان لما يلعب في دماغك، مش بس كده، ده مش عارف كده، خد ربع تمول ده بس عشان المسكن، وعشان كمان يخلينا ما نحسش باي حاجه كده. ما هي قعدت سهره وقعدت فرفشه. فقعدت بالظبط ساعه وحسيت الاتي، انا جسمي كله ما فيهوش اوجاع، الخشونه بتاعت مفاصلي راحت، الم التمرين والم العضلات راح، انا بقيت في حاله رهيبه، حاله جسمانيه رهيبه، تمام، حالة مزاجية بقى، حاسس ان انا ايه، روحي مخطوفة كده سنة، بس مخطوفة بلذة، حاسس ان انا طاير. يعني انا قاعد دلوقتي على كنبة ولا على كرسي، طاير مرفوع كده من على الكرسي او الكنبة اللي انا قاعد عليها. ايه ده، ايه العظمة دي؟ مش بس كده، مبسوط وعايز اضحك وما عنديش اي مشاكل، او لما بفكر في مشاكلي بضحك. ده ايه القمر ده؟ ده ايه ده؟ ده انتوا دي قاعدة جميلة قوي، دي قاعدة زي الفل. تقعد بقى تخيل، تقعد وتضحك ومش حاسس بأوجاع، ودماغك رايقة ومبسوط، مبسوط قوي. طب وبعدين؟ هوب، الساعة كام؟ الساعة 4. ايه ده؟ من الساعة 9 للساعة 4، خمس تسعة لأربعة، معرفش كام بقى، ست سبعة، معرفش كتير، بس ما حسيتش بيهم. أنا مبسوط أوي، أنا مش عايز أقوم، بس لازم أروح. طب يا جدعان عايزين حاجة؟ لا يا عم خلاص بقى، أنت بقيت معانا. لا أنا مش عايز أبقى معاكم، أنا مبسوط بس مش عايز أبقى معاكم، بس أنا عايز أروح دلوقتي. روحت ودخلت نمت، نمت نوم أقسم بالله عمري ما نمت زيه في حياتي، ده نوم عظمة، ده نوم سلطنة، أنا أغمى عليا، وبقيت بحلم بأحلام جميلة، ونايم متخدر، مش نايم نوم طبيعي كده، نوم تقيل. قمت من النوم مصدع وتعبان، بس مشتاق لقعدة امبارح. لا لا يا عم، قعدة امبارح ايه؟ ده أنا عايز أنزل الجيم. ايه ده؟ ده يا عم ده الساعة 5. ايه ده، وانا نمت كام ساعة؟ نمت 11 12 ساعة، بس انا جسمي مكسر مش قادر. ايه ده، ده انا ما اتعشيتش امبارح. ايوه، ده انا عديت يجي وجبتين، وعديت كمان وجبة الفطار وجبة الغداء، انا راح مني يجي 4 وجبات. طيب تمام، انا هغسل وشي بسرعة وهنزل اتمرن. نزلت اتمرن، بلاص بيتمرن، ايدي بتترعش، في 5 وجبات يا جماعة راحوا مني، ولا 4 وجبات راحوا مني، تعبان، المجهود قليل، في نفس الوقت نايم كتير. فعايز اثبت لنفسي ان انا جامد، فهتمرن واشيل اوزان، بس انا تعبان. خلصت، نفسي مسدوده مش قادر اكل، غصبت على نفسي وكلت. انا مستني حد يكلمني يقول لي تعالى، بس هل يا رامي هتروح؟ اه هروح، ما انا رحت واتمرنت اهو، فيها ايه يا عم؟ ما هو الناس بتاخد، ما انا ما بهرش اهو، فعادي انا ممكن اروح يا عم واضرب معاهم، مفيش مشاكل، وانا خسران ايه يعني يا عم؟ وبتمرن واهتم بصحتي. لقيته بيكلمني، ايه يا عم رامي عامل ايه؟ قلت له ايه يا عم اللي انتوا عاملينه ده، ده انا عشت يوم سلطنه. قال لي طب ايه، يلا بينا مستنيينك بقى، عايزين نكمل المواضيع بتاعتنا. طيب ماشي ماشي، انا جاي اهو، هاكل لقمه بسرعه واجي. كروت التمرينه، كلت لقمه عبيطه، ورحت لهم تاني وقعدت تاني وعشت الاحساس ده تاني، احساس جميل قوي يا جماعه. انا مش خلي بس اسمع الفيديو للاخر عشان تعرف، ما تحكمش
على كلامي من دلوقتي، استنى للآخر. رحت وقعدت وضربت معاهم وحسيت نفس الإحساس، وروحت ونفت نفس النوم وصحيت. صحيت بقى انا مش عايز اتمرن بقى، تمرين ايه في داهية؟ التمرين وجع عضلات ايه، ووجع قلبي ايه، وقطع نفسي ايه، نفس ايه؟ سيبوني بقى شوية بقى، ده انا بقيت مبسوط وانا برضو رامي. اللي لو عايز ابطل هبطل. طب ما تبطل. لا ما انا حبيت القعدة، مش عايز ابطل يا عم. يا عم انا مخنوق يا عم، مذاكرة وقرف، وابويا بيسمعني كلمتين، وامي بتسمعني كلمتين، وانت صايع وانت فاشل وانت مش نافع، وهم يا عم الضحك والهزار كله معاهم يا عم. ما رحتش اتمرنت وما اكلتش، وكان اهم حاجة عندي ان انا اروح معاهم يا عم واتبسط. ما انا يا عم اكلت كتير وشربت كتير وذاكرت كتير، ارحموني بقى، سيبوني بقى شوية. ورحت اليوم التالت، ورحت اليوم الرابع. ايه ده؟ وخلاص قلت لا لازم اروح التمرين. ذكر شيل دمبل 10، مش قادر، مفيش اعصاب، ما بفكرش في حاجه، عصبي ومتنرفز. ده انا لازم اروح اضرب دلوقتي. نعم انت اتجننت ولا ايه؟ انت مش عارف تعيش الا لما تروح تقعد الخمس ست سبع ساعات مع شويه الشياطين دول، ومشاكل مع اهلي. انا مش طايق نفسي، انا مخنوق يا عم، انا مخنوق، انا مش هبقى مرتاح ومبسوط الا لما اقعد معاهم واشرب الاتنين اي دي، واخد لي الربع حبايه دي، واشرب لي واشد الخبورين من الكوبايه، واشرب لي سجاره، واحبس بعد كده في الاخر بمارلبور، وحابب كده 4 ايام على كده. طب وبعدين يا رامي؟ بصيت لنفسي في المراية، لقيت هدومي بتلق، لقيت نفسي كشيت وصغرت، لقيت نفسي وشي كركب. ده في 4 ايام بقيت كركوبة يعني، ده في 4 ايام. طب انا ما بهرش، بس انا عايز اضرب، انا عايز اروح اتبسط يا عم، انا مبسوط. ايوه يا رامي انت مبسوط، بس هتفضل مبسوط لحد امتى؟ طيب هتعمل ايه؟ الله يلا يا رامي رد بسرعة، هتعمل ايه؟ يلا هتكلمهم عشان تروح، ولا هتخش بقى تستحمى وتصلي ركعتين وتستغفر ربنا على اللي انت عملته وتبدأ تعيش بني آدم محترم تاني؟ يلا مفيش وقت، ده كلها 10 دقايق وهيكلموني. لقيت التليفون بيرن. ايه يا رامي؟ قلت له ايه؟ قال لي يلا احنا مستنيينك. قلت له اه بعد ما تستنوني. قال لي ايه بعد ما نستناك؟ هنقعد مع بعض. قلت له نقعد مع بعض يعني انا بعد كل ده وكل الجسم اللي انا تعبان فيه واهلي اللي واضعين ثقتهم فيا، اجي بعد كده نشرب مخدرات؟ ولحد امتى هتقعدوا تشربوني؟ قال لي ايه ده، ايه ده انت بتقلك بتعمل كده ليه؟ قلت له يا عم اعمل اللي اعمله يا عم. يا عم انت بدل ما تقول لي يلا نصلي، ولا يلا نذاكر، ولا يلا نتمرن، تيجي تقول لي يلا نشرب مخدرات؟ بقول لك ايه يا عم، العن ابو معرفتك يا عم، مش عايز اعرفك تاني. قال لي انت عم بتعمل ايه كده في 60 داهية؟ قلت له في 60,000 داهية، ولو شفتك هضربك، ولو شفتك هعلم عليك. انا بعمل معاك كده ليه؟ انا عايز اقطع عرق واسيح دم خلاص. وانا ايه هبقى عبد ليهم للقعده للسهره، وانت هتقعد تصرف عليا العمر كله؟ ولا انت عايزني اسبوع 10 ايام اخش اللعبة بتاعتك تقول لي بعد كده ادفع عشان تاخد؟ انا عايز اسألك سؤال، هو انت ليه ما جيتش قلت لواحد تاني ضريب تعالى اضرب معانا واسهر؟ ليه؟ اشمعنى قلت لي انا؟ ولا عشان انا مهتم بنفسي؟ ولا عشان انا شكلي ابن ناس؟ ولا عشان انا مهتم بصحتي وعايز تبوظني لانك معرفتش تبقى زيي؟ عشان معرفتش تبقى زيي فتبوظني وتبوظ الدنيا كلها. بس ما ينفعش تروح لواحد ضريب اصلا بايظ تقول له تعالى اضرب معايا. لا يا عم احنا حاجتنا على قدنا، احنا عاملين قطر، كل واحد بيدفع له ساعتها، كل واحد بيدفع له 5 6 7 جنيه 10 جنيه وتشتروا بقى اللي انتوا عايزينه. 20 جنيه يا عم كل واحد 20 جنيه وتاخد كل تضرب كل حاجه. لا يا عم ابعد عني يا عم، ابعد عني، هتشيلني قد ايه؟ 5 6 ايام اسبوع وبعدين هترميني زي الكلب. طب تعالى هنا بقى،
بعد ما فات 5 سنين وقابلتك صدفة بقيت شمام. ايوه ما ده طبيعي، ما انت بتشرب سيجارة عشان تظبط بيها دماغك، بعد كده بتشربها حشيش عشان تظبط بيها دماغك، كل مرة الحشيش ما بيعملش معاك حاجة، بتاخد برشام عشان يظبط بيه دماغك، بتشرب خمرة عشان تظبط دماغك، لما كل الكوكتيل ده ما يعملش معاك حاجة هتضرب بيسة عشان تظبط دماغك، هتضرب بودرة عشان تظبط دماغك، هتاخد لك حقنة عشان تظبط دماغك. امال انتوا فاكرين ايه؟ انت عايز تعيش في نفس المستوى من الشهوة والمتعة والناس، حاجة كده دماغ رهيبة. فانت كل ما هتضرب يوم اتنين تلاتة اربعة، انا اول مرة خدت تقريبا ازازة وخدت نفسين وبتاع، تاني يوم ده انا خدت سجارة كاملة وخدت ازازتين، تالت يوم كنت بزود في الكميات عشان اعيش بقى واحس، وحسيت بمتعة، عايز احس بمتعة اكتر، عايز اجيب اخر المتعة. فالضريب بيفضل شهر اتنين تلاتة بيولع الحاجات دي وبيشرب، ما بيحسش بمتعة، فلازم لازم يحس بنفس المتعة بتاع دماغه، فبيضطر يضرب اكتر ويضرب حاجات جديدة لحد ما الحاجات الجديدة برضو ما تعملش معاه نتيجة، ويفضل يضرب ويجيب حاجات جديدة تمشي عليها فترة وما تعملش معاه حاجة لحد ما يزود الجرعات ويموت، يروح يغور في 60 داهية. وانتوا فاكرين ايه يا رجالة؟ فاكرين ايه؟ اوعى تفتكر ان ده خايف عليك ولا عايز يعيشك ولا عايز يقعدك قعده حلوه، لا ده عايز يجيب اجلك. هو ما بيحبكش، لو بيحبك هيقول لك تعالى نصلي، تعالى نذاكر، تعالى ناكل، تعالى يا عم نتفرج على فيلم، نتسلى مع بعض، بس مش هيقول لك تعالى اذي نفسك واذي صحتك وموت نفسك، مش هيقول لك الكلام ده كله. لو عندك واحد صاحبك ما بيقولكش تعالى نذاكر وتعالى نصلي وتعالى نروح الجيم، اقطع علاقتك بيه فورا، ده ما بيحبكش. لو في واحد يقولك تعالى هنضرب سيجارتين ولا تعالى نقعد مع بنتين، اوعى اوعى. انا ما كنتش، خلي بالك انا كنت عامل فيها ذكر في الاول، في اول يوم وتاني يوم رابع يوم كنت هموت عايز اروح، مش عشان بهرش، لا عشان عجباني القعده. وبعد كده كان هيقول لي اقعد وهات فلوس، وبعد كده كان هيقول لي سقف الطموحات زاد، يلا بينا نضرب، يلا ندمن. ما هو بقى مدمن دلوقتي هو وشوية الصيع اللي كانوا صحابي، بس مفيش صحوبية يا جدع ولا حد هينفعك. اسمع كلامي، عايز اقول لك حاجة، المخدرات جميلة جدا وهتبسطك قوي بس هتموتك. خلي بالك، عيش لنفسك ولأهلك ولصحتك، اسمع الكلام، اوعى تجرب. لو جربت هتعيش عبد المادة دي، وكمان ده انا كنت بضرب حاجات هبلة، ما بالك بقى دلوقتي البيسة، ما بالك دلوقتي البودرة، ما بالك دلوقتي الحقنة، كل الحاجات دي دماغها اعلى من الدماغ اللي انا عشتها مئات المرات. بس اقول لك حاجة، من كتر المتعة اللي انا حسيتها والدماغ والانبساط، اقسم بالله لو اتعرض عليا ملايين علشان اشم شمة اقول له لا. عارفين ليه يا رجاله؟ علشان انا لو شميت شمه مش هسيبها، هي كده خدها مني، خدها مني، متعه رهيبه، بس متعه هتقتلك، متعه هتدمرك انت واهلك وعيلتك وعيله عيلتك والبيت اللي انت ساكن فيه كله. اوعى تجرب، لا يضحكوا عليك، هقول لك انت خايف، قول لهم انا خايف، انا طول عمري خايف، انا خايف، انا في الحاجه دي جبان، ما اقربش البودره، ما اخدش حقنه، لا 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 لا، مش تضحك عليا يا عم، انا جبان جبان جبان، بس اعيش. انت شايفني جبان؟ تعالى يا راجل لراجل يا عم، هي مش خناقه بس انت دماغك خفيفه، انت مش جاب، انا لو عايز ابطل هبطل، هو اللي يقول لك كده كذاب، قول له بطل مش هيبطل. خلوا بالكم، الحاجة اللي هتقضي عليكم وعلى حياتكم وعلى مستقبلكم وعلى أسرتكم وعلى جيرانكم المخدرات. وما تخليش حد يضحك عليك، المخدرات حلو ودماغها حلو بس هتموتك. سلام.